ففي هذه القمة ربما هناك أثر من الحمر، لكن أوكرانيا بتتسيد الموقف. أيضا هنا أستطيع أن أقول بمنتهى الوضوح أنه غزة غابت حتى الآن عن هذه القمة، وغابت أيضا الحديث عنها بشكل واضح على جميع المستويات. وكلما يعني توجهنا بسؤال إلى مسؤول في حلف الناتو أو مسؤول من الإدارة الأمريكية عن غزة بيجيب عن أسئلة أخرى، وعلى أنه أوكرانيا والسلام العالمي والحرب الدائرة والتهديدات السلم العالمي إلى آخره، لكن أحد لم يقترب بشكل حقيقي وبشكل دقيق وبشكل واضح من الحرب الدائرة في غزة. وإذا كان أحد يتحدث عن غزة فربما كنوع من المجاملة أو نوع من السياسة، لكن الأمر هنا بيتضح بشكل جلي أنه حلف الناتو بيدافع عن قضايا غربية، قضايا أوروبية، قضايا أمريكية، قضايا الديمقراطية والحرية، وأيضا بعض القضايا الحديثة أو الجديدة كما تحدثنا بالأمس زي الذكاء الاصطناعي والحرب على الإرهاب والمناخ.